نقل الأبرياء من المدنيين أطفالا ونساء. أمهات احتضن أطفالهن صباحا لم يعرفن أنها قد تكون المرة الأخيرة. سيارة مفخخة وضعها إرهابي في الساعة 3 ظهرا مستغلا وقت الازدحام على طريق السومرية مقابل كراج الانطلاق ليخطف بسمة العائدين إلى منازلهم. كنت واقفة عم بستنى السيرفيس تبع جديدة مشان أطلع جديدة وسمعت الصوت. أطفال شو ذنبهم؟ طالعين مدرستهم، ليكل المكر تبعهم، ليكل طلع هيكل المكر تبعهم هيكل. بدي أقول بكل عربي وبكل صراحة يا السعودية، إذا أنت قبلاني على نفسك تدعمي هدول الإرهاب اللي بلدنا اللي عم يموتونا، فأنت أنت دولة إرهابية، ويكون بعلمك وعلم كل الناس أنه السعودية دولة إرهابية ما بيخافوا الله. شي ما بينوصف. شو هاد شو بدي أحكي يعني؟ بهالمكان هذا بهالتوقيت هذا بيتواجد ناس مدنيين بسطاء راجعين من أعمالهم، فلاحين عمال بسيطين كلياتهم على قراهم من هالمنطقة هاي. طبعا هذه الرسالة اللي عم يبعتوها آل سعود الإرهابيين الوهابيين التكفيريين، لن دائما سوريا سوف تبقى بالمرصاد لهم. 15 شهيدا و42 جريحا بينهم نساء وأطفال نقلوا إلى المشافي، وأضرار مادية كبيرة بعدد من السيارات والمحلات التجارية في المكان. كنا واقفين مركز انطلاق السومرية بتجمع العالم، فكنت عم بحكي مع شوفير السرفيس عم بسأله سؤال، ما شفنا إلا طلع الصوت، وأنا حميت رأسي بالسرفيس طخيت يعني. هاي مو ثقافة ابن الشعب السوري، بس في جهات عم تدعم. هدول مو زلم، هدول نسوان حريم عم يتخبوا ورا السيارات ورا التفجير، بدهم يقتلوا وجه لوجه، مو يتخبوا بسيارات يجوا يقتلوهم المواطنين، ايش الذنب؟ طبعا استقبلنا المشهد، كان عندنا جاهزية بكل الاختصاصات موجودة، سواء العصبية، الأوعية، الصدرية، كل الاختصاصات موجودة، غطينا كل الكادر، فتح عنا 5 غرف عمليات، هلق وضع الحالي حاليا مستقر. سجدت زوجتي ورب أسرتي وأمها بالعمل الإرهابي، كانوا ناطريني حتى اجي اخذهم من السومرية. رحت تفاجأت، دور علي بين العالم وبين الملقى، اجيت شفته بسجدة. الله لا يوفقك.